بعث رواد محطة الفضاء الروسية الدولية ISS من مدارها في الفضاء الخارجي برسالة تهنئة بالصوت والصورة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد للمملكة وعيد جلوس جلالة الملك المفدى. وبعث الرائدان الروسيان في رسالتهما الصوتية بتهانيهما إلى جلالة الملك المفدى وشعب البحرين كافة بالعيد الوطني لمملكة البحرين متمنين للمملكة المزيد من التقدم والازدهار. وقد أعرب الرائدان عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التعاون بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين في مجال العلوم الفضائية متمنين أن يكون بينهم رائد فضاء من البحرين في المحطة الفضائية قريبا وأن تحقق المزيد من الإنجازات والمشاريع الجديدة في مملكة البحرين في العام الجديد. وذكرت هيئة الفضاء الروسية بأن هذه التهنئة تأتي تعبيرا عن العلاقات المتميزة التي تربط بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين وتقديرا من الهيئة للسياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله في رعاية حوار الحضارات والتعايش بين الشعوب. Мы космонавты Роскосмоса, отсюда с орбиты Земли, с борта Международной космической станции сердечно поздравляем Его Величество короля Бахрейна и весь народ Бахрейна с Национальным днем Королевства Бахрейн. Желаем Королевству Бахрейн развития и процветания, развития отношений между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн, в том числе и в области космоса. И выражаем надежду, что в скорое время среди нас будет бахрейнский космонавт.